السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمناكم يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الاقتراح ديال عشاء ولا غداء، نقدروا نسميوه ديال اخر الاسبوع ولا اخر الشهر، على حساب كل واحد وامتاش كيتغدى وشحال الكميه اللي كيتغدى. اليوم البنات غادي نتقاسم معكم واحد الكغاطان اللي غنصوبوا بالبقايا ديال الخضره اللي بقاو عندي. دونك نبداو على بركه الله. هنا عندي البنات اللوبيا اللي ديجا مصوطيه شويه الملحه والثومه وزيت العود، كانت بقات لي من الغدا ما غاديش تلاح، بيان سور غنستغلوها. عندي كذلك القليل من البروكولي اللي حتى هو نفس الشكل، حتى هو مصوطي في الثومه والزيت البلديه والملحه وشويه البزار. وعندي هنايا بطاطا وخيزو اللي سلقتهم مقطعين مربعات، هادو صوبتهم دابا ومسلوقين في الماء مملح. عندي كذلك واحد الكميه ديال لي زيبيناغ اللي خضرين هكا كيف كتشوفوا، قطعتهم هكا على هذا الشكل. وعندي هنايا القزبر والمعدنوس مفرومين. عندي ثلاث حبات ديال البيض، وعندي قشطه طريه. قشطه طريه ديال الطبخ اللي ما عندوش البنات يكتفي بالحليب ولا بياغورت طبيعي. دونك نبداو على بركه الله البنات. كمرحله اولى ناخذ الاناء ديالي على هذا الشكل، غادي نكسر دوك ثلاثه الحبات ديال البيض. البيض البنات ديروه بالكميه ديال زعما ديال الخضره اللي عندكم ولا بالكميه ديال الاسره ديالكم. الا كانت عندكم الخضره كثيره بيان سور غتضاعفوا الحجم. غادي ناخذ كذلك عندي ملقه، غناخذ بها العطريه اللي غادي نحتاج. غادي نحتاج واحد الكميه راس معلقه صغيره البنات ديال الابزار. عندي القليل من الملح اللي غنديرو غير باش ننسم البيض، اما الخضره كلها البنات راه فيها الملح الخاص اللي زعما غيكفيها. وغادي ندير هنايا اكليل الجبل ولا ازير، واحد الكميه منه كنعرفو هادو كيعطيو نسمه زوينه البنات. انا كيعجبني ندير الاعشاب في زعما في الوجبات اللي غندير. وعندي هنايا الزعتره حتى هي واحد الكميه صغيره، اللي ما عندوش الزعتره يدير غير الزعتر على هذا الشكل. غادي نضيف هنايا الربيع او القزبر والمعدنوس مفرومين، قياس واحد المعلقه كبيره مملوءه. وغادي نضيف كذلك هنا عندي القشطه، القشطه قياس واحد تقريبا واحد جوج معالق، عفوا كاس ونص ولا جوج كيسان صغار ديال القشطه، كاس ونص بقياس العنبه وجوج كيسان صغار بالقياس العادي. وهنا البنات غادي ناخد هاد المكونات وغادي نخلطهم على هذا الشكل هنا كيف كتشوفوا بحال هكا. وغادي نزيد كذلك البنات هنايا واحد الرشه ديال الجبن، صراحه الجبن كيعطي نسمه زوينه في هكا في هاد لي غراطا. هنا رشه ديال الجبن على هاد الشكل هادي، وغنحركو هاد المكونات بحال هكا. وهنا البنات غادي نبدا نضيف الخضره ديالي كامله، دونك بطاطا مع خيزو، غادي نضيف البروكولي، غادي نضيف كذلك اللوبيا، وهنايا عندي لي زيبيناغ. لي زيبيناغ كيف قلت لكم راه البنات راه خضرين ماشي زعما طيبين. يقدر شي واحد اللي بغى يزيد بصله مشحره ولا يزيد هاد نقولوا لي زيبيناغ يشحرهم مع بصيله بحال هكا ويديرهم. ناخذ معلقه وغادي نحرك هاد المكونات على هذا الشكل. صراحه البنات هذا الكغاطان راه كيجي غزال، وهنا كيف شفتوا حتى حاجه ما غادي تضيع لنا، غنكتفيو بالخضره اللي عندنا موجوده. تقدروا ديروا القرعه، تقدروا ديروا الشيفلور، ممكن ديروا اللفت حتى هو. القرعه الخضره البنات يمكن لكم ديروها غير خضره وتبلا ما تطيبوها وتشحروها وعفوا تحكوها في الحكاكه، ومن بعد ما تحكوها
تعصروها من الماء جيدا، والوقت اللي تبغيو ديروها في هنايا غادي تزيدوا في هذه المكونات واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق ولا مايزينا. دونك على اي هنا البنات غناخذ الاناء ديالي اللي غندير فيه ندخلو الفرن، وغادي نصب نصف الكميه ديال الخليط على هذا الشكل. غنحاول نوزعها جيدا. هانتوما درت نصف الكميه حتى تبنص الاخر. هنا البنات غادي ناخذ هنا الجبن ديال الساندويتش، وغادي ندير واحد ربعه ديال القطع. نتوما ديروا على حساب القياس اللي عندكم، ما بغيتوش ديروه ما ديروش، تكتفيو غير بالجبن اللي دايرين ديجا في لاباغاي. يمكن لكم كاع ما ديروا كاع داك الجبن اللي دايرين حنايا في لاباغاي تحيدوه، يمكن لكم ديروا غير الجبن المثلث حتى تقطعوه بحال هكا وديروه. دونك كيبقى الاختيار ديال كل واحد شنو يقدر يدير وشنو كيبغي يدير وشنو متوفر عنده. دونك هنا درنا هاد ثلاث قطع ديال الجبن على هذا الشكل، عفوا ربع قطع ديال الجبن، ما تديوش عليا. عرفتي لخرت السيمانه كيكون شويه الارهاق. دونك على هذا الشكل، وغادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الخضر. غادي نغطي ديك القطع ديال الجبن اللي عندي، على هذا الشكل. بحال هكا كيف كتشوفوا البنات درنا هذه الكميه على هذا الشكل. دونك هنا البنات من بعد ما استفت ديك الطبقه، هنا درت لا دانت فومي اللي مقطعاها هكا بشكل هكا طولي رقيق، وغادي نعاود نزيد واحد الرشه ديال الجبن من الفوق بحال نقولوا باش تثبت لينا ديك الخضيره. دونك على هذا الشكل غنديروا رشه ديال الجبن. الفرن ديالنا البنات ديجا سخناه، غادي ندخلوا الكغاتان ديالنا يطيب، ومن بعد ان شاء الله نقدموه. هنايا الشكل ديالو قبل ما يطيب، ومن بعد منين يطيب ان شاء الله نوريكم الشكل ديالو. البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال الكغاتان ديالنا من بعد ما خرجته من الفران، كيجي على هذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا من الفوق ديالو، هنا قطعت لكم طريف باش تشوفوا ديك الخضره كيف دايره. كاع الخضر تقريبا اللي درنا كتبان لكم واضحه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، شكرا على التشجيع ديالكم، لهلا يخطيكم عليا، والى وصفه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.